وبتبدأ أحداث الجزء الأول من مسلسل إكسو نيكست دور الكوري مع جيون البنت البسيطة الخجولة واللي كانت بتعيش مع أخوها ومامتها السيدة بارك سمسارة العقارات. أخوها بيدخل عليها وبيقول لها ماما بتقول إن البيت اللي جنبنا اتأجر وهيسكنوا فيه مجموعة من الشباب الوسيمين. جيون بنت مراهقة وكانت دايما بتحلم إنها أميرة وفتاة استثنائية وإن الشباب الوسيمين كلهم بيتنافسوا على حبها، لكنها بتصحى على صوت مامتها وهي بتصحيها وبتقول لها قومي يلا علشان تفطري ولو عايزة تعيشي براحتك يبقى تدفعي إيجار. وعلى الفطار مامتها بتقول لها في شباب هيسكنوا في البيت اللي جنبنا. جيون سرحت شوية. أخوها ومامتها في نفس واحد بيقولوا لها بتفكري في إيه؟ جيون قالت لهم مش بفكر في حاجة. مامتها بتقول لها لما يوصلوا اديهم المفتاح علشان أنا هروح شغلي وأخوكي هيذاكر. مامتها كانت بتدلع في أخوها وبتضايقها وبتقول لها اعملي اللي بقولك عليه وإلا هتدفعي إيجار للأوضة اللي أنت عايشة فيها. جيون بتدور على لبس شيك وبتستعد علشان تدي المفتاح للشباب لما يوصلوا، ولما وصلوا لقت اتنين منهم وبيقولوا لها احنا هنا علشان المفتاح، وبتنصدم جيون لما بتشوفهم. وبعد كده وهي بتتفرج على التلفزيون بتقول لأخوها هم دول الشباب الوسيمين؟ دول ما كانش فيهم حاجة من الوسامة خالص. أخوها واقف قدام الشباك وشايف جيرانهم الشباب وهم خارجين وبيقول لها دول وحشين؟ قالت له آه جدا دول حتى شبهك. مامتها بعد كده بتعمل كعكة وبتقول لها ادي العلبة دي للجيران الجديدة قبل ما تبرد. جيون رفضت وبتقول لها اشمعنى أنا؟ مامتها مسكت الموبايل وعملت نفسها بتكلم زبونة وبتقول لها انت كنت عايزة أوضة للإيجار صح؟ أنا عندي أوضة هنفضيها النهاردة، وكانت بتقصد أوضة جيون. جيون اضطرت تاخد العلبة وراحت لبيت جيرانهم لكنها ما لقتش حد، فحطت العلبة على ترابيزة المطبخ ولما شمت ريحتها وهي سخنة فتحتها وفضلت تاكل فيها، وفتحت باب التلاجة وطلعت مية وبتشرب، وهنا بيدخلوا الشباب المستأجرين. جيون لما التفتت وشافتهم وقعت المية في وش تشانيول. دول مش أي شباب، دول أعضاء فرقة إكسو الشهيرة. جيون اتصدمت وخدودها احمرت جدا وبقت مرتبكة ومش مصدقة اللي شايفاه، فتسحبت منهم وطلعت تجري. تشانيول انتقل هنا مع فرقته في بيت جده بسبب ارتباطهم بعدد من الحفلات القريبة من الحي ده. جيون لما رجعت للبيت اتصلت بصاحبتها جايون وبتقول لها انت فاضية النهاردة؟ صاحبتها قالت لها لا انا مشغولة جدا. جيون بتقول لها كنت قلتلك ان البيت اللي جنبنا اتأجر صح؟ انت عارفة اتأجر لمين؟ دول اعضاء فرقة اكسو. صاحبتها قفلت في وشها وبعد دقايق كانت عندها في الاوضة وبتقول لها اتفضلي دي هدية صداقتنا لمدة 10 سنين قدام. وبدأوا يراقبوا الشباب طول الوقت من الشباك، ولما مامتها دخلت عليهم بتقول لي جايون انت لسه هنا يا حبيبتي؟ اهلك زمانهم قلقانين عليكي. جايون حست بالاحراج ومشيت وبتقول لبنتها وشك احمر ليه؟ يا ترى عملتي ايه؟ جيون قالت لها ما عملتش حاجة، انا وشي كده من يوم ما ولدتيني. ولما مامتها خرجت جيون رجعت تراقبهم تاني، لكن اعضاء الفرقة خدوا بالهم وشافوها وهي بتراقبهم فبيقرروا انهم يشتغلوها ويضايقوها. جيون لما شافتهم اتصدمت. تاني يوم اخوها ومامتها بعد ما بيصحوها كانت متضايقة، ومامتها بتقول لها اعملي حسابك انت هتنضفي البيت للجيران الجديدة وتغسلي لهم الهدوم وهتاخدي مقابل. جيون اتعصبت وحاولت ترفض لكن مامتها كانت مصرة. سيهون عضو فرقة اكسو وهو خارج في يوم قابل اخوها وبيسأله ممكن الاقي كافيه هنا فين لاني محتاج قهوة مقطرة. اخوها خده وطحن له بن مخصوص. عضو الفرقة لما دق طعمها عجبته جدا ومن وقتها بقوا اصحاب. جيون راحت للبيت وبعد ما نظفته لقت حشرة فكانت بتحاول تقتلها وهي بتجري وراها بتقع على السرير، وهنا بيدخل تشانيول ولما لقاها نايمة على السرير عنفها وقال لها اطلعي من اوضتي. جيون نزلت جري وهي بتعيط وخرجت قعدت بره، لكنها اتفاجئت بدي او بيحط لها الجاكيت على كتفها وبيديها التيشيرت وبيقول لها هو حصل سوء تفاهم بينك وبين تشانيول؟ جيون كان وشها احمر جدا من الاحراج فدي او حط ايده على وشها وكان بيهديها. تشانيول شافه هو خارج وكان مستغرب. وبعد حفله للفرقه بيجي لتشانيول خبر وفاه جده وبتضيع السلسله اللي اداها له هديه، وبعد فتره بتتسرب اغنيتهم الجديده قبل طرحها في السوق باسبوع. ولما روح للبيت لقى تليفون جيون كانت نسيته فبيحط اللوم كله عليها في كل المصايب اللي حصلت له، فكانت بتتصل من موبايل مامتها على تليفونها علشان تعرف نسيته فين، لكن تشانيول خده وما كانش بيرد. وبيلاقي صاحبتها جايون بتكلمها شات فبيرد عليها وبيقول لها ابعتي صاحبه الموبايل تاخده حالا. جيون لما عرفت كانت خايفه تروح لهناك تاني، وبالليل لقيتهم خرجوا بالعربيه فبتتسلل للبيت علشان تجيبه طالما ما فيش حد هناك، ودخلت للبيت وفضلت تدور عليه ولما لقيته وقبل ما تخرج بتلاقي تشانيول في وشها كان خارج من الحمام وبيقول لها انت تاني؟ جيون بتقول له انت قلت لجايون خلي صاحبه الموبايل تيجي تاخده؟ قال لها ايوه علشان كده داخله تتسحبي. جيون بتقول له تصبح على خير وهتمشي، لكنه شدها وبيقول لها هو انت بجد ما تعرفيش انا مين؟ بتقول له اه فرقه اكسو. بعد يومين جيون تعبت وبقى عندها برد شديد فما بقتش تروح للبيت تنظفه. اعضاء الفرقه استغربوا انها ما جاتش البيت، وتشانيول كان واضح عليه انه متضايق لما ما بقتش تيجي، فبيروح سيهون لاخوها وبيعرف منه انها تعبانه وعندها برد. اخوها كمان بيقول له ما تتعبش
تتعبش نفسك، اختي اصلا بتقول عليكوا شباب تافهين. وتاني يوم اخوها دخل عليها وبيقول لها حد بعت لك دي ومعاها رساله، دي هو اللي بعتها لها وكتب لها العسل بالجنزبيل مفيد جدا للبرد. ولما جيون اتعافت وراحت تنظف البيت بيدخل عليها تشانيول وبيقول لها رجعت للشغل تاني علشان الفلوس صح؟ جيون حست بالاهانه فسابته وبتخرج، لكنه مسك ايديها وبيقول لها انا اسف لو كنت قاسي معاكي، وخرج وقفل الباب. هنا جيون بتكلم نفسها وبتقول انا جيت لاني حسيت بالاسف فجيت علشان اعتذر قبل ما اسيب الشغل، والمفروض لما يكلمني يناديني باسمي ولا مش مهم يعرف اسمي. شانيول فتح الباب وقال لها انا عارف اسمك كويس، اسمك جيون ويا ريت ما تسيبيش الشغل وتكملي. ولما روحت شانيول بعت لها رساله وبيقول لها اعملي حسابك تيجي الشغل بكره الساعه 3. ولما راحت بيطلبوا منها تعرف نفسهم ليها، فبتقول لهم انا اسمي جيون وعندي 23 سنه وبدرس، لكن دلوقتي انا في الاجازه. جيون بيسالها اتولدت فين، بتقول له اتولدت في انشيون، ومن وقتها بقوا يسموها فتاه انشيون. جيون وهي راجعه من التسويق بتقابل تشوي الشاب اللي كان اول حب في حياتها، فبيطمن عليها وبيقول لها لسه زي ما انتي. جيون وشها احمر وزعلت، وهنا بيجي تشانيول وكل اعضاء الفرقه، فكروا شاب بيعاكسها او بيضايقها وبيقولوا له انت زعلت فتاه انشيون بتاعتنا. شوي قال لهم لا ابدا انا كنت بسلم عليها بس ومشي. سيهون بيروح بعد كده لاخوها وبيعرف منه ان الشاب اللي جيون قابلته كان اول حب في حياتها، وده خلى تشانيول متضايق جدا، فكان بيضايقها وهي بتنظف البيت وبيقول لها نظفي كويس ولا انت مشغوله في حبك الاول. وبعد كده دي او بيناديها وبيقول لها في وظيفه لفتاتنا الوحيده، واداها نص وطلب منها تقراه معاه وتساعده انه يتدرب عليه، لكن جيون حست بالخجل جدا ووشها احمر فسابت الورق من ايديها وخرجت تجري. دي او بيزيد اعجابه بجيون وبقى يحب خجلها جدا. ولما خرجت سمعت موبايلها بيرن وكان في ايد تشانيول وبيقول لها تشوي بيتصل، هو فعلا حبك الاول؟ كان واضح عليه انه متضايق جدا. ولما روحت كانت بتتفرج على التلفزيون وفي حلقه لفرقه اكسو، وبتتفرج على تشانيول وبتتريق عليه وعلى ضحكته، ولقت رساله منه بيقول لها تعالي للشغل حالا. جيون راحت للبيت وكانت بتشتغل بكل جهدها من تنظيف وغسيل واهتماماتهم كامله، كان كل واحد فيهم بيعتمد عليها في كل حاجه. ولما رجعت لقت صاحبتها بتسالها هو تشوي اتصل بيكي؟ مش لازم ترد عليه ولازم تبقي صعبه المنال وتتحكمي في افكارك علشان تلاقي الحب الحقيقي. جيون حست بالخجل وبتقول لها حب حقيقي فعلا؟ وهنا بيدخل اخوها وبيسمعها فبيفهم غلط وبيحكي لسيهون وبيقول له اختي معجبه بحد فيكم وسمعتها بتقول حب حقيقي لكن ما اعرفش مين هو. سيهون رجع وبيقول لباقي اعضاء الفرقه جيون معجبه بواحد من فرقه اكسو لكن اللي معجبه بيه مش موجود هنا، اللي معجبه بيه هو كاي. وبكده بينتهي الجزء الاول من المسلسل. ما تنساش لو مش مشترك في القناه يلا اشترك وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.